سلمى، ولنتعرف على أبرز ما راح يتضمن المؤتمر العلمي الدولي 17 للجمعية السورية للمولدين والنسائيين. معنا ضمن الاستديو الدكتور رافائيل عطلة، أمين سر الجمعية السورية للمولدين والنسائيين. يسعد صباحك. صباح وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية خلينا نعرف الناس تفاصيل أكثر عن المؤتمر. هلا مثل ما شفنا بداية انعقاد وهي كانت الجلسة الافتتاحية، خلينا نعرف لكم يوم بيستمر وأهم النقاط اللي رح تركز عليها ضمن المؤتمر. طبعا بالبداية جمعية سورية للمولدين والنسائيين مشهورة بنشاطاتها المستمرة الطبية على مدار السنة. يعني نحن سنويا في عنا مؤتمر بيكون كبير، بيكون في غالبا يمتد على مدار 3 أيام، بيكون في ضيوف عرب أجانب، قد ما فينا نستقطب من خارج القطر بيكونوا معنا. هلأ على مدار السنة كمان في ندوات شهرية، يعني كل شهرين ثلاثة في ندوة بمحافظة معينة بتصير نعمل على مدى يومين، بتكون ندوة مستمرة. هلا المؤتمر 17 هو مؤتمر ضخم، بلش مبارح الافتتاح، بعدين كان في جلستين علميات مبارح بالليل، اليوم كمان هلا بلشت، هلا من 9 الصبح بلشت الجلسة الأولى، في جلستين الصبح وجلستين المساء، وفي كمان جلستين بكرة الجمعة كمان. هلا المؤتمر اجمالا في نقاط عديده، يعني مواضيع، خلينا نقول معظم مواضيع التوليد والنسائيه مدرجه ضمن هذا 8 جلسات، فنحن وزعناها على طب الجنين، العقم، الاخصاب المساعد، الجراحه التنظيريه، حالات توليديه، حالات جراحيه، حالات نسائيه، يعني في مواضيع متعدده، في كمان جزء حول الانتانات والحمل، كمان دخل موضوع الكورونا كمان تاثيراته حتى على موضوع الانجاب وحتى على موضوع تاثيره على الجنين، كمان كان هذا من المحاور اللي موجوده وراح تنحكى اليوم ان شاء الله بالمؤتمر. دكتور خلينا نحكي عن نقطه كثير مهمه لما نقول المؤتمر الدولي 17، كلياتنا بنعرف انه كنا في ظروف صعبه وقاسيه وسنوات حرب يمكن اثقلت جميع القطاعات، لكن نحن مستمرين عم نحاول نواكب كل التطور العلمي البحثي الطبي ونكون موجودين على الارض. خلينا نحكي عن هي المشاركه عربيا داخل سوريا وعالميا، شو المشاركات والاستمرار يعني بيظل هي الظروف، هي نقطة جدا مهمة تحسب للقطاع الصحي. تمام، هلا هي اجمالا خلينا نقول بس هديت الامور بالبلد وصار في عندنا مجال، صار المؤتمرات تكون شوي اوسع، اجت موجة الكورونا كمان خلت الموضوع شوي صعب الاجراء التجمعات وكذا. هلا يمكن سابقا في الجمعيات غير موضوع جمعية المولدين عملوا مؤتمرات كان في مشاركة اجنبية بس كانت تقريبا عبر النت او عبر الزوم، تطبيقات الزوم وشو اسمه، يمكن هذا هو تقريبا من اوائل المؤتمرات اللي صار فيها زخم بقدوم اطباء من الخارج. يعني نحن تقريبا في عنا بين 15 ل 16 طبيب من الوطن العربي، من فرنسا، في عنا من مصر اطباء، في عنا من لبنان، من الاردن، من العراق في طبيبتين كمان اجوا، وفي من فرنسا طبيب سوري موجود بفرنسا كمان، كمان كان متواجد معنا امبارح القى محاضره مميزه كمان بالهي. هلا خليني اقول دائما انه نحن طلعنا من الحرب منتصرين ورح ننتصر بالطب كمان، لانه بعتقد انه اقامه مثل هكذا مؤتمر بهذا الحضور الكبير، حتى يعني كان في عنا حضور من كل المحافظات اجوا ليشوفوا هالمحاضرات، واشتغلنا على نقطة مهمة كثير بحيث تكون المحاضرات كلها مميزة. مميزة هذا يعني انه في شيء جديد يعني، ونحن يمكن كلجنة منظمة لهذا المؤتمر حاولنا قدر الامكان نشوف كل المحاضرات اللي اجونا، تم دراسة كل المحاضرات وانتقاء المحاضرات المميزة. انا دائما كمان في فكرة دائما بقولها انه نحن كأطباء سوريين لا نقل عن أطباء العرب او الأطباء الأجانب، يعني كمان في عندنا خبرات، في عندنا مهارات، في عندنا محاضرات مميزة. فلذلك كمان حاولنا قدر الامكان يكونوا السوريين اللي بدهم يعطوا بهذا المؤتمر ان يكونوا على قدر من الكفاءه ومن المهارات بالالقاء وبالتقديم، حتى خلينا نقول نعكس الصوره الحسنه
الموجودة عند الأطباء السوريين لهدول الأطباء اللي جايين من برا. أكيد، يعني دائما دكتور رفايل لما بيكون في مثل هذا النوع من المؤتمرات اللي بتشهد مشاركة عربية وأجنبية بيتم الحديث دائما عن المستوى السوري، لأي درجة قدروا الأطباء يحافظوا على جودة طبعا ما يقدم من تخديم طبي بمجال التوليد والنسائية، وأيضا مقارنة بالتقنيات اللي ممكن للأسف بعضها ما يكون وصل بسبب الحصار الاقتصادي اللي بنعرفه طال المجالات الطبية بمختلف القطاعات. خلينا نحكي اليوم كيف تم تقييم المستوى السوري. نحن بالمؤتمر 17 أكيد في فروقات بينت على الأقل في 10 سنين من هذا المؤتمر خلال فترة الحرب. أنا ما لاحظت هاي الفروقات الكبيرة، يعني يمكن نحن من الناس المتابعين للعلم، فلذلك يعني بعتقد أنه كان في مستمرة الندوات الدورية حتى أثناء فترة الحرب، وقفت شوي بس إجمالا أول ما هديت الأمور. يعني أنا متذكر نحن أول ما نفك الحصار عن حلب كنا خلال 15 يوم كنا موجودين بحلب، عملنا ورشة وقتها، طلعنا من دمشق إلى حلب عملنا ورشة كاملة لمدة 3 أيام في حلب. هلا نحن خليني أرجع أكد على شغلة واحدة، العلم عم يتطور، ويمكن موضوع النت يعني خلى كل شيء معلومات بالخارج موجودة عنا بسهولة. صحيح. بعتقد يعني يمكن ما كتير صار فروقات كبيرة عن الخارج أو عن المحيط، خلينا نقول منطقة الشرق الأوسط بالمحيط العربي، فلذلك بعتقد لساتنا متماسكين، ويمكن اللي عم يحضروا المؤتمر عم يلاحظوا أنه المهارات السوريين اللي عم يعرضوها أو حتى على التجارب الشخصية وحتى في بعض الدراسات اللي ممكن تم إجراءها خلال الفترة السابقة. أنت وقت نحكي عن دراسات معناتها أنا عم فكر بفكر بحثي، فكر تطويري، وهذا الشيء يمكن كان سابقا ما كتير بنفكر فيه. يعني يمكن مثلا نحن عملنا، أنا بالمشفى اللي عم داوم فيه هو مشفى الزهراوي اللي تابع لوزارة الصحة، يمكن عاملين خلال 3 سنين الماضية 3 دراسات بحثية ماشي عن مواضيع تخص التوليد وتخص أمراض النساء. فلذلك بعتقد الأمور بخير ونحن مستمرين. أكيد. المؤتمر يعني بلش يعطي هيك صورة حلوة، بالإضافة للموضوع الطبي نحن كمان يعني خلينا نفكر دائما بالموضوع الاجتماعي كمان. يعني مؤتمرنا هو ما هو مؤتمر طبي بحت، هو مؤتمر للقاء الأطباء. أول شيء بيجتمعوا مع بعض في جلسات استراحات أطباء المحافظات كلها، اليوم مساء كمان حاملين مثلا عشاء لأطباء المؤتمر كله، في حفل فني ساهر كمان. هذا الشيء خلينا نقول بيزيد الالفه بهذا الموضوع، وخلينا ما كثير نحن جايين على المؤتمر فقط كموضوع طبي، وقت يكون موضوع متكامل كله، موضوع خلينا نقول طبي، موضوع سياحي كمان. في بكره فكره كمان انه ممكن الظهر نعمل جوله سياحيه للاطباء اللي جايين كمان ضمن دمشق القديمه، ليشوفوا شو خلينا نقول الاماكن السياحيه الاثريه الموجوده بسوريا. بدي اسالك عنه دكتور، الاصداء المؤتمر للمشاركين من خارج سوريا، قلت بلش يمكن يعطي المؤتمر بعض الاصداء الجميله من خلال اساسا كمان المشاركه الكبيره هي السنه، كيف كانت الاصداء؟ هلا الاصداء عربيا كان يعني اول قدوم. هلا هو المشكله نحن عم نحكي في محطه اعلاميه، الاعلام اللي كان مضاد سوريا واللي نقل شوفي بسوريا للخارج، فكل شيء جاي على سوريا مفكر انه هون بده يشوف الوضع مأساوي يعني. فهن وقت اجوا شافوا العالم كله جاي بشكل رسمي، العالم مرتبة، الطرق مرتبة، طريقة خلينا نقول تنسيق قدوم الأطباء يعني كنا عم دلالهم زيادة، وصلوا ايمت وصلوا، في حدا عم ينتظرهم، سيارة عم تنتظرهم من المطار. بتحب كل زوارها تمام. فلذلك نحن قدر الامكان انه بدنا ننقل هي الصوره الحسنه عن اهل سوريا يعني. أحيح. وبعتقد يمكن وصلت هي الفكره، ولسه عندنا اليوم وبكره كمان رح توصل اكثر واكثر ان شاء الله. اكيد، ويمكن كمان المواضيع اللي عم تطرحوها هي مواضيع مهمه وعم بتواكب المشاكل الحاليه اللي ممكن
عم بتمر بعالم طبعا الطبي بشكل عام. لفت نظري الدكتور اللبناني اللي كان بتقرير وعم يحكي وعم بيقول موضوع كورونا كان موضوع مخيف لكثير من الناس، وحتى نحن من خلال استضافاتنا العام الماضي واللي قبله ناس كثير سألت عن موضوع الحمل والولادة، هل تتأثر الأم إذا أصيبت بكورونا، هل ينتقل للطفل؟ حتى لما بدأنا باللقاحات أيضا كان هذا الموضوع يشغل بال الناس، إن كان للسيدات ولا الرجال هل يؤثر على العقم. هذا الموضوع قديش نعمل فيه دراسات وقديه فعلا أنتم كأطباء عم بيكون مو بس المعلومات القادمة من الخارج، شيء أنتم يعني عايشتوه على أرض الواقع. تمام، هلا نحن خلينا نوصل لفكرة أنه ما في شيء اسمه دراسات هيك خلال سنة سنتين، يعني معظم الدراسات بدها تكون على أعداد كبيرة وعلى فترات طويلة، باعتبار الكورونا ما رح ينتهي، هو مستمر معنا. لا هل إن شاء الله ينتهي وما نطلع بأي دراسة يعني، بس إنه خلينا نوصل لفكرة حسب الدراسات اللي طلعت، هي على مجموعات ما أنا كتير كبيرة، لاحظوا بالحمل إنه زيادة الخطر على الأم الحامل إذا صارت الإصابة بالثلث الثالث من الحمل. تمام، يعني صارت الإصابة بالثلث الثالث من الحمل احتمال الخطورة عم يكون أكثر، وهذا الشيء نحن لاحظناه ضمن اختصاصنا وضمن ممارستنا، أنه في كثير من السيدات وصلوا لمراحل منهكة إذا كانت الإصابة بالثلث الثالث من الحمل. فلذلك كانت التوصية إجمالا يعني أنه أي سيدة ممكن تنصاب بالثلث الأول أو بالثلث الثاني راح تكون الأعراض بسيطة يعني. هلأ بوصل لفكرة أنه السيدة الحامل بالثلث الثالث من الحمل يعني تشابه مثلا خلينا نقول المسنين اللي كانوا عم ينصابوا، يعني بهي الفكرة، أنه وقت ذكرنا أنه الكورونا عند المسنين عم يكون أخطر بكتير، كمان الحامل بالثلث الثالث من الحمل عم تكون في خطورة أكتر بكتير، وهذا له علاقة بموضوع خلينا نقول بدي أشرحها بشكل مبسط، أنه وقت يكون الجنين موجود ضمن جسم الأنثى أو جسم الحامل تتصبط المناعة شوي حتى يكون قادر على هذا الجسم على تقبل هالجسم الغريب، لأنه الجسم هذا مكون من نطفة وبيضة، فهي في جزء غريب جاي من خارج الجسم، فبآلية الحمل كآلية خلق من الله أنه خلق هذا الموضوع الحمل وخلى موضوع تثبيط المناعة اللي موجود حتى يتقبل جسم الأم الحامل هذا الجنين. تثبيط المناعة خلينا نقول هو من أحد الأمور اللي خلينا نقول تفعل الكورونا أكثر أو تخلي تجعل تأثيرات الكورونا أسوأ وأخطر يعني. طيب خلينا نحكي عن المحاور كمان الأساسية اللي ركز خلال المؤتمر، يعني كورونا وتأثيراتها على الحامل والجنين نقطة كتير مهمة، لأنه مثل ما قلت يمكن حتى الدراسات كانت يمكن خجولة نوعا ما، لأنه فينا نقول فيروس مستجد. النقاط الأخرى الطبية النقاط الأخرى اللي حكى عنها وخصوصا مع مواكبة التطور، لما نحكي عن عالم طبي للإنجاب يعني هذا عالم متطور بشكل كتير كبير، فدائما في مواكبة بحثية. في نقطتين مهمات، هي تقريبا هدول مواضيع كانت كبيرة نحكى عنها بالمؤتمر ولسه بده ينحكى اليوم وبكرة. الموضوع الأول هو طب الجنين. طب الجنين يعني التشخيص أو خلال الحمل للمشاكل الجنينية للتشوهات، في كتير أمور لها علاقة بموضوع ارتكاز المشيمة المندخلة اللي هاي تعمل خطر على حياة السيدة الحامل. طبعا في محاور كاملة عن هذا الموضوع. هلا موضوع إيكو الجنين هو مهم كتير، لأنه إجمالا خلينا نقول هو التصوير الصدوي أو الإيكو من أكثر الشغلات اللي تطورت بشكل كبير باختصاص التوليد والنسائية. تطورت بشكل كبير لأنه صار في عنا أولاً تطور تقني أكثر بالأجهزة، ثاني شيء صارت خبرة الأطباء أكبر بكثير. يعني أنا متى في لي محاضرة عن تشخيص أحد أنماط التشوهات خلال الحمل راح تنعرض اليوم المساء، يعني هذا له علاقة بتشخيص التشوهات الأجنة والمشاكل اللي ممكن نحن خلينا نقول نكشفها بشكل بكير عند سيد الحامل. الجزء الآخر المهم الكبير كمان هو موضوع الإخصاب المساعد، موضوع تقنيات طفل الأنبوب، كمان في تطورات كبيرة فيها ودراسات كثيرة حول زيادة نسب نجاح هذه المحاولات. طبعا في أكثر من مقطع أو جزء جلسات بالمؤتمر حول هذا الموضوع، وبعتقد يمكن راح يقدموا فائدة كبيرة للحضور إن شاء الله. حلو، يعني كمان اليوم دكتور نحن عم نحكي عن بعض المواضيع كمان
نسمع كثير عن تقنيات بدأت نشوفها بسوريا وبغيرها من الدول العربية كانت بعيدة شوي عن مجتمعاتنا إذا فينا نقول. صرنا نسمع عن تجميد البويضات لبعض السيدات مشان يحتفظوا بفرصة أنه هي تنجب ولو كان بعمر متأخر. صرنا نسمع عن تقدم كبير بطريقة معالجة بعض حالات العقم اللي فيه إمكانية. صرنا نسمع أنه في كثير أشخاص عم يجوا من برا يتعالجوا بسوريا رغم كل التقدم اللي موجود. إلى الآن ما زالت خليني أقول هاي الخدمات معقولة مادياً للمقتدرين عم يجوا يتعالجوا هون. نحكي عن بعض هاي التفاصيل وهل ضمن المؤتمر؟ تمام. هلا تقنيات طفل الأنبوب، خلينا نقول بسوريا في شغلة مهمة كتير بموضوع طفل الأنبوب. أنا دائماً بحكيها، دائماً في شيء اسمه بالطب السياحة العلاجية. يعني السياحة العلاجية، خلينا نقول أنا بدي سافر لبلد معين هو مشهور بهذا الاختصاص من أجل الاستشفاء، فبيطلقوا عليه موضوع السياحة العلاجية. يعني موضوع طفل الأنبوب حتى خلال الفترة السابقة نحن في عنا سياحة علاجية من خارج القطر إلى سوريا من أجل طفل الأنبوب. هلأ له سببين. أول شيء نجاح، نسبة النجاح لا بأس بها، في بعض المراكز كتير مميزة بالبلد موضوع طفل الأنبوب. النقطة الثانية والمهمة، كتكلفة مادية هي عم تكون أقل من الدول الثانية، فلذلك يمكن بيجوا بيعملوا سياحة وبيعملوا علاج وفي في فارق مادي لا بأس به بهذا الموضوع. هلا موضوع طفل الأنبوب برجع بأكد، باعتبار تدخل التقنية فيه كتير، فلذلك كله عم يتطور. يعني أي شغلة فيها تطور تقني ممكن يوم عن يوم رح نشوف إنه نحن في عندها تطور أكثر. موضوع تجميد البيوض هو شغلة خليني أقول مهمة كتير، ممكن كتير من السيدات ممكن عم يعملوا محاولة طفل الأنبوب هلا، ممكن يكون أثناء التحريض صار في عدد هائل من البيوض، هي العدد الكبير من البيوض ممكن يعمل مشاكل فرط استثارة مبيض أو هيك، ممكن يأخذوا البيوض بجمدوها وبيعملوها بدورة أخرى، بتكون الجسم مرتاح بدون تناول هرمونات بدون أي شيء، فبتكون حتى نسب النجاح عم تكون أكثر بكثير. في سيدات عم يكون فيها مثلا محاولات طفل الأنبوب ممكن خلينا نقول نجاحها 30 40 50% مثلا، تمام؟ فأنا إذا طلع عندي عدد بيوض أكثر من اللي أنا بحاجته لرجعه للرحم ممكن أنا أحتفظ فيهم، جمدهم لدورات أخرى، لأنه أنا هيك بكون خففت كثير من التكلفة المادية بالمحاولة الثانية إذا فشلت المحاولة الأولى، لأنه أنا هون بدي خفف من الأدوية من الإبر، وبتكون الإرجاع فقط على بعض الأدوية الهرمونية البسيطة. يعني كمان نسبة النجاح بالإرجاع بالتجميد عم يكون في نسب نجاح هائلة إن شاء الله. طيب دكتور، لوين بتطمحوا توصلوا بهذا المؤتمر بسوريا؟ يعني تطمح يكون على مستوى العالم، يكون في مشاركة عالمية؟ هلا إن شاء الله نحن دائما، يعني مثل خلينا نقول مؤتمر هاي السنة شوي تطور أكثر عن المؤتمر السنة الماضية، إن شاء الله السنة القادمة كمان بيكون المؤتمر خلينا نقول أكبر وأكبر ويكون في زخم أكثر. ودائما يعني يمكن معظم أطباء الاختصاصات الأخرى دائما بيحكوا عن إنه مؤتمرات جمعية المولودين النسائيين له طابع خاص، له برستيجه الخاص. نحن بنهتم حتى بالمظاهر الحضارية لأي مؤتمر، هذا الشيء بنهتم فيه شيء كتير كبير، لأنه بعتقد هو بيطفي كمان قلق أكثر على المؤتمر. نعم دكتور، قبل ما نختم لقائنا لليوم، الكلمة بتحب تتوجه فيها طبعا لكل الأطباء، وأكيد بدنا نشكرهم كلهم نقول لهم يعطيكم العافية، وأكيد دعوة يمكن اليوم بتحب توجهها أيضا للي عم بيشوفنا أو عم يوصل له ممكن يحضرنا عبر الإنترنت للأطباء أيضا خارج سوريا. تمام. هلا كمان في شغلة مميزة بهذا المؤتمر نحن عملناها، إنه حتى في أطباء ما قدروا يحضروا، طبعا كل المحاضرات تم تصويرها بتقنية حديثة، تمام، تصوير المحاضر هو عم يلقي المحاضرة مع المحاضرة السلايدات الباوربوينت، ورح تندمج مع بعضها بشكل مونتاج ممتاز، ورح تنزل عبر على اليوتيوب ضمن مواقع محددة. كل المحاضرات يعني ممكن خلال أسبوعين ثلاثة رح تكون موجودة على النت بشكل كامل وبشكل حضاري، حتى يعني شلون انا كنت بشوفهم هدول بالغرب بيعرضوهم المحاضر مع الصور المحاضره وكذا بيدمجوهم، هلا كمان هي التقنيه صارت موجوده بالمؤتمر عنا، وتقريبا خلال اسبوعين كل المحاضرات رح يكونوا موجودين على النت ان شاء الله. هي جميل يمكن للحفاظ على الاستمرار والبحث العلمي الطبي. بدنا نشكرك دكتور اكيد على وجودك معنا، بدنا نوجه تحيه لكل الاطباء
السوريين اللي مثل ما قلت يعني يمكن خلال ظرف يومين ثلاثة لما تم فك الحصار على حلب كنتوا جاهزين وموجودين وحابين فعليا تشتغلوا ومستمرين رغم كل الظروف. أكيد تحية لكل الأطباء السوريين، أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يا رب نشوف المؤتمر على مستوى العالم. شكرا كثير لك. شكرا لكم.